اهتم العالم بنشرها والحفاظ عليها بين الشعوب والدول، فبدأ الاهتمام العالمي باللغة العربية يظهر منذ القرن العشرين للميلاد وتحديداً عام 1948، ولذا اعتمدت اللغة العربية كثالث لغات العالم رسمياً بعد الإنجليزية والفرنسية، وذلك وفقاً لما قررته منظمة اليونسكو. وفي عام 1960 تم الاعتراف عالمياً بأن اللغة العربية جعلت المنشورات العالمية أكثر تأثيراً به عن غيرها من اللغات. ولذا نسمع أن المؤتمر الأول لليونسكو في اللغة العربية بناء على رغبات ومجموعات من الاقتراحات التي قدمتها الدول العربية، مما أدى إلى اعتماد اللغة العربية كواحدة من لغات العالم التي تستخدم في المؤتمرات العالمية.